وقفتنا اليوم كما سبق وأن قلت هي احتجاجا على البلوكاج الذي أبانت عنه الذي جسدته وزارة المالية، في حين أننا نجدها سخية أمام قطاعات أخرى، وهي تتبجح دائما بأن قطاع العدل قطاع غير منتج، والحال أن كاتبات وكتاب الضبط يدرون أموالا طائلة لا تقدر بقيمة، بل هي ملايير تصب في ميزانية الدولة نتاج وحدات التبليغ والتحصيل المنتشرة في ربوع في جميع المحاكم في ربوع هذا الوطن. نقف اليوم لنسمع صوتنا للرأي العام بأن مطالب كتابة الضبط الذي يردد الجميع على أنها هي العمود الفقري للقضاء بأنها مطالب مشروعة، لكن للأسف أريد لهيئة كتابة الضبط أن تمارس عليها مظلومية تاريخية، ففي الوقت الذي يتم تنزيل فيه مجموعة من القوانين كتنظيم القضائي يتم تنزيل استقلالية السلطة القضائية، في حين أريد لنا أن نكون جهازا تابعا لمجموعة من الجهات للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ولرؤساء ووكلاء الملك في المحاكم. وهذا تعدد المتدخلين أدى بكتابة الضبط أن تكون لها هوية، أريد لها أن تكون لها هوية ليست كباقي كتابات الضبط في التشريعات المقارنة. لذلك فحضورنا اليوم هو دفاعا عن كاتبات وكتاب الضبط الذين حجوا إلى مدينة الرباط من جميع ربوع المملكة، من طنجة، من فاس، من مكناس، من الجديدة، من الدار البيضاء، من السطات، من برشيد، من بوعرفة، من أكادير، من مجموعة من المدن. وتحية موصولة للصحافة الوطنية ولزملائنا ولزميلاتنا الذين يمارسون إضرابا في محاكم المملكة. ونعتبر محطة اليوم هي بداية الشرارة الأولى لانتفاضة قطاع العدل، وفي الوقت نفسه ندعو إلى توحيد المعارك مع باقي النقابات القطاعية حتى ننتزع حقوقنا، وفي نفس الوقت نريد أن نوصل رسالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بما يخص جلسات الحوار القطاعي. الأسباب ديال هذا الإضراب وهذا الوقفة هو التماطم اللي كنعيشو دابا في التعديلات، في عدم البدء في التعديلات ديال النظام الأساسي لموظفيها كتابة الضبط. سنتين هذه وحنا في جولات حواري ما يقارب سنة ونصف، وحنا في جولات حوار قطاعي حول التعديلات. قامت الوزارة بتقديم المسودة، ولكن للأسف وزارة المالية لحد الآن لم تعطينا رد، بل هناك ربما يكون هناك رفض لهذه المطالب. لهذا نحن لا زلنا نطالب بحقوق كتاب الضبط على المستوى الوطني من خلال هذا الإضراب وهذه الوقفة، وأيضا نحن مستعدون لخوض معارك نضالية أخرى. نحن كنتواجد حاليا بمدينة الرباط من أجل الاحتجاج ضد وزارة المالية نتيجة البلوكاج اللي تعرض له النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بعد ما كان تم التوافق مع وزارة العدل على مجموعة من المطالب في حدودها الدنيا والتي اعتبرناها كحد أدنى لا تنازل عنها. لكننا للأسف نفاجأ بأن هناك محاولات ربما لحسب ما توصلنا إليه أن هناك اتجاه نحو إحالة الملف على التحكيم الحكومي، بما يعني أنه ممكن أن يتعرض لمزيد من التنقيص والتبخيس. لذلك كانت اضطرت النقابة الوطنية للعدل أنها تخرج يوم 7 في شهر جوج في
إضراب وطني، بالإضافة إلى تنظيم وقفة لمجلسها الوطني أمام مقر وزارة المالية باسم المجلس الوطني للنقابة الوطنية العدل، كي نعلن بصوت أننا لن نتنازل عن مطالبنا ولن نتنازل عن ملفنا المطلبي الذي لسنوات فاوضنا حوله لنا على ما تعود بالذاكرة منذ 2016 ونحن نتفاوض حول نظام أساسي. لست أدري إلى متى ستستمر هذه المفاوضات، إن كان نتفاوض لنوقع المحاضر ثم بعد ذلك يأتي البلوكاج من المالية أو من جهات أخرى.